مش عاطلة للحقيقة الفكرة حبيتيها؟ ايه يعني أنا مش كثير بحب هالشغلة. بتعرفي حدا بضل يسافر ويجي؟ لا أنا مش حلو الواحد يكون يعني قادر يتواصل عن بعيد ما بيعود بيحس إنه لازم يكون قريب. بس لما بيكون ضروري يكون بعيد منيحة مش عاطلة. هيدا اللي فيها وقت بيقولوا لك إنه لونج ديستانس ريليشن شيبس إنه ما بيزبطوا إنه بركة مع هيدا الجادجت ما بعرف إنه إتس وورث إنه تكون عم تجربوها. أول شيء ليك شو اسمه؟ عم نحكي عن ديفايس اسمه فريبل. والفكرة من وراه انطلقت من احد الاشخاص اللي كانوا عم يتعلموا باحدى الجامعات بامستردام وكانوا مجموعين هو عم يشتغل على الام بي اي تبعه يعني بجروب اصحاب قاعدين سوا وصاروا يحكوا قد ايه في ناس عن جد كانوا كلهم مسافرين يعني هن ببلد اغتراب مش مع اهلهم مش مع اصدقائهم كان الكل عم يحكي عن نفس الموضوع انه قد ايه طالع على بالهم هيك يشوفوا مثلا هذا بده يشوف صديقته هذا بده يشوف خيه اخته امه وبيه انه بس مشان هالمسكه الايد يعني انه عن جد وقت بيكون في هالشخص حديك قد ايه بتعطيك ثقه قد ايه بتكون عم بتساعدك وبتعطيك دفعه ايجابيه لقدام ومن هون انطلقت هالفكره اللي هي كثير بسيطه اذا بتشوفوها بهالصوره ان فاكت هو المواد يلي تصنعت منها فريبل هي مواد بلاستيكيه ولكن من برا هالكوت اللي عم نشوفوها يلي هي ملونه هون بين ازرق واخضر هي اللي حتكون عم تعطيكم نفس الشعور كانه جلده يعني كانه في شخص ثاني بالجهه المقابله بدل ما يكون هو بعيد عنكم يعني حيكون حتكون كيف بيشتغل الكونسبت وشو بيعمل اول شيء الكونسبت كثير بسيط من خلال البلوتوث اذا بتلاحظوا هون كان موصول بلوتوث على هذا اللابتوب هلا اليوم ثلاث ارباع اللابتوب صار فيهم بلوتوث فالفكره انه من خلال هالبلوتوث تكنولوجي رح يقدر هالديفايس يكون عم ينوصل على اللابتوب بتكون انتوا عم تعملوا بتبقى بالاتوليه ما في لزوم تروح لهم اسا بدك الفكرة انه اليوم من ولا هالديفايس مطرح ما بيكون هيدا الشخص الطريقة يلي هن بيكونوا ماسكين هالديفايس يعني الاسلوب اللي بتكونوا ماسكين فيه هالفريبل من خلال هالسنسرز يلي عم نشوفهم هون هن رح يكونوا عم يخلقوا فايبريشن وموتور يعني فيهم مثل موتور صغير رح يكون عم بيحركهم اول ما انا اكون عم بتواصل مع لهالماشين رح يكون عم تنبعت هيدا السيجنال من خلال الانترنت لان ديفايس موصول على بلوتوث هالبلوتوث ديفايس هو موصول على اللابتوب بكون انا عم بعمل معي كونفرنس كول سكايب كول مهما كانت تلقائيا من خلال هالانتجريتد سيستم فيها كلها الخبريه بيكون انت بالجهه المقابله عم بيوصلوا لك كل هالمسجز يعني كيف انت اليوم باللابتوب بيوصلك فويس اليوم من خلال الكونكشن يعني رح تعمليها مع اللابتوب مع هالديفايس كمان رح يصيروا يوصلوا لك هالهاند سيجنلز يلي انا عم ببعثهم بمجرد ما اكون عم بمسك هالديفايس وبالقوه هلا اكيد مش حتشد على ايدك كثير يعني هي ما بتسكر على الايد يعني بتحس انه في حدا عم بيعطيك سينيال اكزاكتلي في حدا حديك والفيلينج جربوا قد ما فيهم كاتيا انه يضل شوي قريب لهالهيومن انترفيس لهالهيومن تاتش لما احس حالي انه انا اوكي يعني في يكون ماسك سيلولير انا وقلك دقيلي بحطه فايبريشن مود وانه اوكي اذا بدي اختصرها يعني ولا مفوت بكل هالمشروع فلا هن ركزوا كثير على المواد اللي عم بيستعملوها لتصنيع هالبرودكت وابيرنتلي ماشي حاله يعني قد ايه بتتخيل ممكن يكون سعره لهيك منتج؟ $100 على قد بتحب انه كيف اوقفها هيك بتجيني السعر على قد يعني مش انه شوي بعيد شوي قريب يعني. واذا لاحظت الديزاين ليه معمول بهيدا الاسلوب معمول ليكون عم بغطي الايد يعني انا وقت بدي احطها على ايدي بدها تكون عم لان هلا اليوم اذا بدك تمسكي الايد بدها تجي بهيدا الاسلوب فنفس الديزاين كيف هي بتسكر الايد على ايد ثاني شخص تصممت فيها لان تبين يمكن انه يمكن وين عم بتسكر الايد في عناصر في سنسرز نحن يمكن ما كنا بنعرفهم هن بيساعدونا لانه نكون عم نحصل عجبتهم على الهون سيو هيدا ايه ما كانوا بدهم يشوفوا حركه الايد تبعنا يعني ما بدهم يشوفوا اذا الويب سايت اذا عم تجربوا تقروا لحالكم اياها هيك الصوره على الهواء هي myfrabble.com يلي من خلاله فيكم تكونوا عم تطلبوا هيدا الايتم الكونسيبت برجع بقول لكم كثير بسيط كل اللي عم نحكي عنه هو بلوتوث كونكشن يلي انتم بحاجه له يلي من خلال هالبلوتوث كونكشن رح يكون فيكم انه تخلقوا كل هالسلة التواصل اليوم هالتكنولوجي صار في منها يعني مش اول مره عم نحكي عن هيك ديفايس اللي بيفنوا اخترعوا شيء ما بحياتنا كنا سامعين فيه لا في شركه بتشاينا تحديدا كانوا عم يخترعوا هيك ديفايسز بس كانوا اغرب هونيك ان فاكت وحده منهم رح نقي اقل وحده كانت من ناحيه الغرابه يعني كانت انه بتلبسي مثل باوند وهالباوند بيصير الالوان اللي بيبينوا عليه يعني بيصيروا هنا عم بيعبروا عن your current emotion state يعني عن الحاله العاطفيه اللي انت هلا موجوده فيها طيب ايموتيكونز بيعبروا نفس الشيء ايه اكزاكتلي فيك تكون عم تبعتي هديك بتبين لايف يعني انه اذا حدا حكيك وزعلتي ما فيك تقول له لا ما زعلت لان حيبين يعني
فاليوم عم نتقوا شوي بلا ما مش هيك قلت لك هوليك كانوا سوبر غريبين يعني في كمان بعد كم ايتم عملوه هوليك اغرب بكثير يعني اليوم الفكره اللي كمان بعالم تكنولوجيا عم نشوفها بس ما كثير عم تاخذ يمكن مش عم تحقق نجاح بس انه من ناحيه مبيعات ما عم تكون هيدي التوب سيلينج ايتم وتركيز ما كثير عم بيكون عليها اللي هن هيك ديفايسز عم يجربوا قد ما فيهم انه يكسروا حديد هالالكترونكس هاللابتوب هالسمارت فون ويعطوها شوي هالايموشنال فيلينج حطوا فيها شوية حنين من خلال هيك كونسبتس من خلال هيك برودكتس مشان كده عم بحب شارككم فيها يعني بنروح على تاني ايتم اكيد تاني ايتم اسمه هايكون هايكون هو عباره عن بريسلت بتعرف اليوم صار كثير درجه يعني البريسلتس بعالم تكنولوجي بريسلت لتشوف قد ايه عم تمشوا بريسلت بتقول لكم قد ايه في كافيين بجسمكم اليوم هالبريسلت قرر انه يغير كل انت بريسلت ادكت اصلا ايه لا ما كثير هلا اليوم ماني لابساتها يعني بس بلا بقى عم شرجها لهنو مشان هيك هالبريسلت اللي عم تشوفوا قدامكم فيه كبسات مختلفين عن السوشيال ميديا يا ما عن ابلكيشنز نحن كثير بنستخدمون اليوم اذا بدنا نجي نطلع ما بدي احكي عن سمارت واتشز بدي اجي اطلع عن بريسلتس اللي بيعطوني نوتيفيكيشن انه وصل لي مساج على تليفوني يا اما حتى اذا انا ما بدي البس سمارت واتش بدي البس هالاسواره الصغيره لانه اليوم الساعه وقت نحكي عن ساعه في كثير ناس بيطلعوا على الساعه از ساين اوف لوكسري يعني هي رمز معين يعني في ناس يمكن بعالم الاقتصاد لنفترض بيشتغلوا بالبورصه الساعه بتكون كثير مهم وقت بيقعدوا مع الميتنج مع الكلاينت عم بقول افكار يعني بس انا اليوم في كثير ناس بيطلعوا على الساعه انه ما بدي البس ساعه الكترونيك الساعه هي مهمه بس بيهمني بنفس الوقت انه اكون عم بحصل عن هالنوتيفيكيشنز على بريسلت فالبريسلت كثير بسيطه كاتيا بتنقش الابلكيشنز بدك اياهم مثل ما عم نشوف هون كل ما يوصل لك نوتيفيكيشن على السمارت فون على هالابلكيشن هيدي يلي رح تكون عم تضوي على البريسلت تبعك يعني اذا انا حاطط فيسبوك واتساب جوجل بلس سكايب عم جرب هيك شو بعد في فايبر تانجو هو هني بعد في شيء ابلكيشن لينكد ان تكرم عيني منيح بعدك عم تحكي معنا منيح فاضي تحكي معنا بعد يعني. كل هول لا ما عم بحكيك على واتساب هلا اصلا ما كمان بس صوت وصوره عملوا لها ابديت امبارح لانه فالفكره اليوم من وراها انه ما نعود كل الوقت عم نطلع على السمارت فون تبعنا لان بين الدراسات انه نحن بنطلع على السمارت فون تبعنا حوالي 6 مرات ب 3 دقائق اوقات يعني أكيد. 5 دقائق ست مرات على خمس دقائق يعني إذا بدنا نحسبها إلا بس تكون بطارية فاضية لا حتى لو بطارية فاضية وتصير بطارية فاضية بتصير تطلعي أكثر بنصير نستهلكها أكثر قد إيه بعد معي؟ بتصير هيك يعني ما صاروا 2% اتركها لهالبطارية يعني نسيها إذا طفى حيطفي فالتركيز اليوم تبعها هي نكون عم نتجنب على السمارت فون تبعنا لأن إذا بس بدنا نجي نحسب كم مرة نحن عن جد عم نطلع على السمارت فون غير إنه قد إيه عم نستهلك بطارية قد إيه عن جد عم نضيع وقت أوقات بحياتنا إنه بس عم بتطلع على السمارت فون تبعي أوكي نوتيفيكيشن هون نوتيفيكيشن هون نوتيفيكيشن هون والحلو إنه كله بيبعث لك نوتيفيكيشنز يعني انه قد ايه لما بلشين باركود 6 دقائق صار عبى التليفون فوق هلا وما بعرف شو هن يعني انه فاليوم مع هايكون عم تنتقد حالك وماشي الحال اوقات ايه اوقات ما هيك بدك تصلحي بحالك اذا ما بتنتقدي حالك مش حتصلحي بحالك اكيد هالشيء عم جرب انا حالي هيك تنشوف هالديفايس اكيد فيه له ابلكيشن وقت نحكي عن ديفايس بدنا نكون عم نوصله على السمارت فون تبعنا يعني نحن بحاجه لبلوتوث يلي هي الترند اليوم بتلاحظوا كل الديفايسز عم يستعملوا البلوتوث تكنولوجي يعني كل ما عم نمشي لقدام في اثنين تكنولوجيز بلشنا نحكي فيهم يلي هن اي بيكنز بكره شي نهار نحكي عنها باركود يا اما البلوتوث تكنولوجي يلي هي لو انرجي عم نحكي عن 4.0 هالهايكن اول ما نفوت عليها في انا نقي شو هن الابلكيشنز انا عم بستخدمهم لان في يغيرهم يعني هول ما بيجوا هن كلهم فيكست بالبريسلت بتشيل الابلكيشنز بتحط الابلكيشنز بدك اياهم يعني اذا في ناس عندهم العاب مثل بو مثل شو كان في كاندي كراش وصلكم نوتيفيكيشن لكاندي كراش بتضوي انه بعثوا لكم لايف بس تكون تلاقوا الايكون تبعها يعني فهي الفكره البسيطه من وراها لهالكونسبت عم يجربوا قد ما فيهم يعني يبعدونا عن انه نكون عم نستعمل السمارت فون كل الوقت لنشوف كل النوتيفيكيشنز يعني نستعمل هلا البريسلت يعني التوجه عم بيروح على البريسلت ان كان كسمارت واتش ان كان كبريسلت والبريسلتس عم بيختلفوا بالديزاينز تبعهم صار في بريسلت للفتنس هي بريسلت عم تقول اوكي مش حاعطيك اكران فيها حاعطيك غير شيء بتتسلي انت بتنقي شو الديفايسز بدك ما مواطن مارلياس على بكره انه عم بيستهلكونا قلنا ما هيك؟ اي اجري قد ايه بعد معنا وقت لنفوز بنكمل على ثالث ايتم ونحن مفيتين باللعبه فايتين باللعبة ومرتاحين خب بتصير هي بارت من هالإيكو سيستم يلي إنه يعني أنت جزء منها وبتجربي تطلعي منها قد ما فيك بتجربي ما شايفة أنا هيك إيه أنا مش شايفة حدا عم يجرب شيء أنا مش ماشي الحال اللي فايت واللي ما فايت
معقول يزمت بس معقول كمان كمان يفوت فيها يعني ما اذا بدنا نخليها مرتبطه بعالم تكنولوجي نوعا ما انه اتكالنا عالم تكنولوجي فيه له كثير ايجابيات بس بنفس الوقت انه هالقصص يلي بنعملها وقت نبتعد عن عالم التكنولوجي بضل فيها حياه اكثر هلا مش انه حكم يعني لا ما حكم بس لا التكنولوجي كثير كثير مهمه وضروري يعني 100% بس هل انه ضروري كل الوقت نكون هون ما هلا عم بقولها هل انه ضروري اسهر انا وياك وراسي بالتليفون ما هذا انا بيرجع لك اذا انا كنت هالقد بزهق بليك ايه شفت كيف اوكي فنحكي عن تريد ايتم له اذنان فليسمع ما بعرف اذا عم بيسمع ان فاكت فهلا الحلقه اونلاين اذا بدك فيها نجي نبعثها وقت بدك الديفايس تريد بدي احكي عنه هو من ال جي ال جي امبارح كانوا عم بينزلوا هالبريسلت اللي هي معموله للاولاد اليوم السكيورتي كمان هي كثير مهمه ونقدر انه نكون عم نضل فينا نطمن على اولادنا هي شغله كثير اساسيه لعمر معين هلا وقت يكبروا ما حل بيصير فيك تدقيلهم يعني مش حتلبسيهم هيك بريسلت بس هيك هالصوره اللي عم نشوفها هي شو بتعمل اول شيء عم نشوف الجي باد يلي هي التابلت بس بدنا نكون عم نركز على الاسواره الموجوده بايدهم لهالولاد ان فاكت هالاسواره هي جي بي اس فيها جي بي اس تراكر وبتستعمل واي فاي كمان بحال كانوا موجودين بمحل فيه انترنت اول ما بحاجه انتم تكونوا عم تستعلموا عن اولادكم لنفترض كانوا بعاد بعتوهم شي محل فيك تكون عم تتصل فيهم على هيدا الاسواره وبحال ما ردوا كاتيا لحالها حتكون عم تفتح الصوت لتسمع انت شو السراوندينج اللي حدهم يعني لتسمع شو عم بيصير حواليهم دغري اهم من هيك اذا هن بدهم يطلبوك بكبسه وحده يعني ولد صغير اليوم ما فيك تجي تعطيه سيلولار بتقول ان كيس اوف ايمرجنسي دق لي يعني بس هون بهالاسواره يلي هي ديزاين للاولاد انه في عليهم ديزاينز مثل هالو كيتي وهالكرتونز اللي الاولاد بحبون فيك بكبسه وحده كثير بسيطه اول ما يدقوا بهالبريسلت رح تكون عم تتصل فيك وتبلغك اول شيء هن وين اللوكيشن تبعهم دايركتلي بيوصلكم من جي بي اس ديتكشن سيستم الموجود فيها بتتبلغوا عن الموقع يلي موجودين فيه الاولاد واهم من هيك انه رح يكونوا عم يطلبوكم ففيهم انه يكونوا عم بيحكوكم دغري وفيكم انتم تكونوا عم تستعلموا عن كافه الامور يلي انتم بحاجه لها. فاليوم كمان هالترند بلشنا كثير عم نشوفها صار في كثير ديفايسز عم نستعملهم لنلاقي اول شيء لنقدر نضل عم نطمن على اولادنا عن بعد وهو اهم شيء انه نكون موجودين مع اولادنا يعني خلينا شايفينهم انه نكون موجودين مع اولادنا بس بحال ظروف كانت عم تمنع لا كثير منيح كثير منيح بس انه هيدي كنا عم نحكي قبل شوي الاتكال على التكنولوجي بشكل يعني كثير مفرط مش رح يكون مفيد بوقت الحشره بوقت يعني اوكي عارف وينه بلكي ما تلحق توصل له او بلكي شايله للبريسلت يعني او بلكي ما بعرف أو يعني اذا لا سمح الله في عمليه خطف يعني مش رح يترك لك البريسلت بايد الولد مش الحال يعني ايه بس انه مش لهالدرجه يعني نتكل يعني لا هلا عم نبلش بعتيه على بيرث داي وموجود هنيك بدل ما تضلي كل الوقت معه بالبيرث داي انه لانه بحس حاله انه منه كول بحس حاله انه منه كول لانه احنا معه بصير انه نعم عليه مش ضروري يكون كول ماشي الحال هلا عم تحكيني كأم انا عم بحكي يمكن عم جرب بتذكر طفولتي بوقتها لان بعد ما وصلت لمرحله الامومه ولا الابوه يعني فبعتقد ايه يمكن انه اوكي بدها شغل من ناحيه سكيورتي بس انه هيدا الترند الترند انه عم يجربوا قد ما فيهم يدخلوا على حياتنا ومش انه يكونوا عم بيقولوا لنا اوكي بدنا نخلق لكم حاجات جديده لا اوكي النيدز اللي انتم عندكم اياهم اليوم نحن حنكون عم نقدم لكم ديفايسز لالهم اكزاكتلي اند ذاتس اول فور توداي نايس لا مش اول بعد عنا شو عنا مونديال اليوم ايه بس انه ذاتس اول من ناحيه التكنولوجي والجادجتس وبدنا نحكي مونديال ايه مونديال الحلو بالمونديال انه ما فيك تلعب وتقعد على ال ما بت... بس في ابلكيشن المونديال حكينا عنه وقتها ايه اوكي اوكي بس الجمهور قاعد على التليفون ما بعرف عم يحضر المباراه عم يتابع يعني بغير لغه خلينا ناخذ وقفه ونتابع لايف